الاحباط في الخياطة، وحاجتين بيقفوا دايما معاكي، دوران الرقبة والكم، ما بيطلعش مظبوط مهما اعمل، مهما اشوف من فيديوهات مش مظبوط معايا خالص. مش عارفة اشتغل كده، مش حاسة انه انا اليومين دول نشيطة او عندي نشاط، مش عارفة يعني اقعد على المكنة تجيلي سدة نفسي كده اقوم على طول. عندك حلول يا ام عبد الرحمن؟ عندي باذن ربنا واحدة. نبتدي مع بعض الفيديو النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. الموضوع كله في دي، ايه دي؟ دي ورقة فخامة القماش بتتباع في كل المكتبات، المتر بخمسة جنيه، متر تقدري تعملي موديل كامل بخمسة جنيه علشان تتعلمي فيه، علشان تواجهي خوفك، عشان اللي بتخاف من مسكة المقص والقماش ومش عارفة انتوا خايفين من ايه بصراحة، لكن خلينا ماشيين معاكم للآخر، ما هو احنا مهمتنا نساعدكم ونشجعكم كمان. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه كده في المشكلة اللي بتواجه 90% من الناس. ده كده قماش هدايا زي ما انتوا شايفين، خامته جامدة قوي، تتخيط على المكنة وتقصي وتعملي موديل، لكن طبعا مش بيتلبس. ده عشان الناس اللي بتخاف تبوظ قماش او تطلع قماش قديم عندها، او يعني عندها مشكلة فوبيا كده من القماش اصلا يعني، فاحنا هنتعلم في ده. تمام. طيب ده قماش هدايا عشان لو حبيتوا تسألوا عنه. تمام. طيب ده قطعة من المتر، يعني متر كبير، ده قطعة قسمتها بس عشان اقدر اوضح لكم عليها. انا بقسمها كده على اربعة، ده كده اتنين، واروح قسمة تاني كده بقى عندي اربعة اهو، يبقى هنا عندي دول اتنين وادي تلاتة وادي اربعة، الناحية دي كلها مقفولة. تمام. تمام. ميزة الورق ده ايه؟ انك ممكن تخيطيه على المكنة. تمام. تمام. اول حاجة اعملها لما اجي اجيب قماش عموما او اجيب اي حاجة هشتغل فيها، انا لازم اسويها. شايفين كده الاجزاء اللي مش متساوية دي اهو، شايفين لغاية فين؟ لغاية هنا. مشكلة كبيرة وحاجة تسبب لك الإحباط لما تيجي تقص موديل كامل وتتفاجئي عندك خطأ، ده انت ممكن تلكلكيه كده وترميه. طيب نبعد عن الموضوع ده خالص اهو، واروح عاملة الخط بتاعي. نعمل لايك، نعمل لايك، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا عملت كده خط سويت بيه اهو، شايفين سويت بيه. طيب هبتديلكوا بايه؟ هبتديلكوا بدوران الرقبة اللي عامل مشكلة، وكمان بتكون ان شاء الله. انا عملت الخط اهو والقماش على اربعة، شايفين مقفول اهو. طيب انا باخد نص عرض الظهر، اخدته. يعني ايه كمان نص عرض الظهر؟ انا لسه داخله معاكي الفيديو جديد. هو انا لحقت؟ حاضر، من عينيا. يعني الخط من اول هنا لغايه هنا عند اي سن اي عمر، من اول هنا لغايه هنا، الرقم اللي بيطلع لي لو طلع لي 40 انا باخد نصه، طلع لي 20 باخد نص، طلع لي 15 طفله صغيره انا هاخد نص، اي حاجه هاخد نصها. تمام. طيب انا اخدت نصها اهي 18، هناخد مثلا ايه، هنقول عشان في ناس قالت لي اعملي ارقام عشان نعرف نطبق وراكي. طيب انا اخدت كده 14 اهو، ده كده عمر سنتين، انا اخدت كده قياس 14 للناس اللي عايزه تطبق على نفس الارقام اللي انا بعملها. تمام. طيب احفظي دي واكتبيها عندك. دوران الرقبه للرضع، يعني ايه رضع؟ يعني لسه مولودين حالا، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق اللهم امين، 4 سنتي. الكلام ده لغايه سنه مثلا. تمام. من السنه لغايه 10 سنين دوران الرقبه 5 سنتي. وليه تعملي عمليات حسابيه؟ انا بقول لك اهو، هو 5 سنتي، لو ضربتي وقسمتي وطرحتي هتطلع 5 سنتي. تمام. طيب ومن ال 10 سنين لغايه مثلا 12 سنه 13 سنه احنا بنزود 1 سنتي، يعني ايه؟ يعني حوالي 6 سنتي 6.5 سنتي كده. تمام. بعد كده بقى الحريمي 8 سنتي، الحريمي 8 سنتي. في الشميزات والبلوزات اللي فيها ياقات بتبقى 7 سنتي، 7 سنتي. نركز قوي في النقط اللي احنا قلناها. طيب احنا دلوقتي هنعملها كام؟ هنعملها 5 سنتي اهي، 5 سنتي. تمام. ده دوران الرقبة الامامي. يلا معايا، مستنية ايه؟ طيب ادي 5 سنتي اهي، نزلتها وطلعتها اهو. تمام. تمام، سهلة اهو، عملت مربع. اعتقد ان محدش عنده مشكلة انه يعمل مربع، محدش عنده مشكلة انه يعمل مربع. طيب انا لو جبت كوباية، تمام، بصوا لو انا جبت كده ايه،
بكرة اللاصق دي لغاية ما فريدة تجيب لنا كوباية. بصوا اهو شايفين بكرة اللاصق دي اهو، انا حطيتها كده، حطيتها علشان تمسك معايا النقطة دي اهي، وعشان تمسك معايا النقطة دي اهي. يبقى انا عايزة امرر اللاصق ده على النقطة دي والنقطة دي، تمام، واروح عاملاه طيب بالكوباية، عشان ممكن ناس كتير تقول لي ما عنديش اللاصق ده. كوباية اهي، نفس الحكاية، انا عايزة الكوباية تمشي من النقطة دي للنقطة دي اهي. فين اهي، ارسمي دورانك، بس ارسمي دورانك. سبيت الكوباية كمان اهو، زوم كده يا حبيبة عشان انا بس ارسمها اهو، اهو مثبتة الكوباية بتاعتي. ايه رأيكم في الدوران ده اهو؟ ولا غلط ولا مشكلة، كل الحكاية هتقصي الدوران ده، هتقصي على الدوران ده، لا تزودي ولا تنقصي، لا تزودي ولا تنقصي، وما تطلعيش من النقطة اللي احنا عملناها. ماشي كده الكلام؟ في اي مشكلة؟ طيب لو انا بقى هكمل لك بقى، كملي لي بقى. مع عبد الرحمن انا اتحمست والله، اتحمست وعايز اعمل معاك. طيب ادي ال 14 سنتي اهو، مش هما دول؟ انزليهم بقى هنا من النقطة دي، انزليهم اهو، نزلتهم. يعني الحكاية ايه؟ الحكاية مربع من جوه مربع، الحكاية مربع جوه مربع. موديلك ده تعملي بيه اي حاجة نفسك فيها، تعملي بيه اي حاجة نفسك فيها اهو. يبقى انا عملت مربع ومربع، تمام. المربع الاول اهو اتحل بالكوباية، وعملنا دوران الرقبة اللي عامل مشكلة عند ناس كتير، تمام. المربع ده هطلعه 5 سنتي للاطفال اهو، واعمله كده اهو. بس انا كده خلصت، انا كده خلصت كل اللي عليا، اعرف طول الموديل اللي انا هعمله وخلص، تمام. طيب عايزين تشوفوا طبعا الدوران ده اللي انا عملته، بصوا اهو. طيب انا مش عايزه دوران الرقبه الامامي يبقى قد الخلفي، انا مش عايزه دوران الامامي يبقى قد الخلفي، هعمل ايه اهو عشان اوضحها لكم. اعملي معايا هات ورقه جرايد يا ستي، مفيش جرايد دلوقتي، ما بقاش حد بيقرا زي زمان، فاجئت والله ان ما بقاش في جرايد. يعني الجرايد دي كانت مهمه واساسيه في كل بيت، يعني كنا بنمسح بيها الازاز وكانت يعني موجوده، سبحان الله فجاه لقيت مفيش جرايد في البلد. بصوا يا جماعه اهو، ده الدوران بتاعي اللي انا عملته. طيب الخلفي بيبقى 3 سنتي، يبقى ناخد من هنا لهنا، عفوا. طيب لو طفله هاخدها 2 سنتي بس، 2 سنتي، انتوا شايفين كده، واروح واخده اهو 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 بس. انا كل ده عشان اوريكم بس دوران الامام اهو، هقص الخلفي، تمام. هنا في نزول هشرح لكم ده بالتفصيل. طيب بس اهم حاجه احنا دلوقتي القصه بتاعتنا دوران الرقبه اللي مضايق الناس. انا عملت اهو دوران الرقبه الصغير، تمام، عايزه اطلع منهم واحده عشان اعمل دوران الرقبه الكبير اهو. هطلع دي اللي انا اشتغلت فيها، الدوران بتاعي انا ايدي مثبته، ولو ايدي مش مثبته هثبت بدبوس اهو، شايفين. هقص بس على ايه، على جزء اللي انا عملته اهو، ده كده ايه دوران الرقبه الامامي، الرقبه بتاعي. طيب لو انا عايزه دوران الرقبه ده مثلث، بعد برضه ما قصيته مدور، شوفي بعد برضه ما قصيته مدور، انا عايزاه مثلث. طيب كل اللي عليكي تحددي لي المثلث هيتفتح قد ايه. فرضا انا هخلي النقطه دي كده، فرضا انا هخلي النقطه دي كده هي دوران المثلث، تمام، او اقل منها شويه زي ما انت عايزه. لازم الكتف يجي على الكتف بالشكل ده، ولازم اعمل كده اهو. واتمنى ما تفوتوش الفيديو ده يا جماعه لانه مهم جدا. بصوا مش لازم اجي ناحيه الكتف ده في حاجه، لان الكتف الامامي لازم يتركب على الخلف ويكون قده، فانا لو قصيت من هنا هيجي عندي كتف اكبر من كتف، هبقى بوظت الموديل برضه. لازم ما اجيش ناحيه النقطه دي اهي اهو، ده كده المثلث بتاعي اهو، بس ده كده المثلث بتاعي، تمام. واقصه بالشكل ده اهو،
ده كده المثلث بتاعك، تمام؟ عايزه دوران رقبه، هو عموما اسمه دوران رقبه سواء مثلث، يعني مفيش حاجه اسمها مثلث رقبه او مربع رقبه، هو عموما اسمه دوران رقبه. انت بعد كده التشكيل ده بتاعك انت، انا عايزه اعمله مربع، تمام؟ هتروحي خلاص كده ده دوران الرقبه، عايزه اعمله مربع، فانا بنزل ناحيه المربع اللي انا عايزاه 7 سنتي فرضا، انت اللي بتحددي ده وبتعملي بالشكل ده المربع. وان شاء الله انا باذن ربنا هعمل لكم تشطيب لكل دوران رقبه لوحده اهو. بصوا سلسله، يلا نفهم يلا نتعلم اهو. دوران الرقبه المربع كده، اوكي كده تمام. عملنا كل دورانات النهارده بسهوله، وفي بقى الخماسي والسداسي وكل الاشكال بطريقه سهله وبسيطه، وفي اللي بيبتدي بمربع من هنا كده اهو ويبقى فيه مثلث كده بسيط بالشكل ده كده، تمام. كل الاشكال سهله وبسيطه. نسيتوا تعملوا لايك، زعلانه جدا، اعملوا لايك علشان الفيديو اللي بعد ده على طول على طول هنعمل ايه؟ هنعمل الكم، لان الكم بالنسبه لنا مشكله، بس الحمد لله ربنا يسهل كل حاجه ويبسطها لكم يا رب. اعملوا لايك وابتدوا على بركه الله. اي ورقه مش بالضروره تكلفي نفسك، حته قماشه قديمه، حته مشمع مش محتاجاها، اللي عايز يتعلم يتعلم، لكن لو انا فضلت اقول ما بعرفش، طب وبعدين؟ اصحي من النوم اشربي لك كوبايه شاي واي مشروب انت بتحبي تشربيه، واستعيني بالله خلصي كل امور بيتك لان ده مهم جدا، وقولي انا النهارده هتعلم دوران الرقبه اللي مضايقني اللي انا مش عارفه اعمله، وابتدي وربنا يوفقك ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.